وزير كرامي يؤكد أن الحادث ابن وقت وأن على الدولة أخذ العبر وفرض سيطرتها جديا على الأرض. عاشية اجتماع لجنة الانتخاب، اتصالات مكثفة على أكثر من جبهة بهدف الوصول إلى صيغة توافقية لقانون الانتخاب. إخفاق جديد في مجلس الأمن لبلوغ اتفاق بشأن سوريا. ودمشق تنتقد طلب إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. مقتل الرهائن الأجانب السبعة في الهجوم الأخير للجيش الجزائري على الإسلاميين. وفرنسا تعلن أنه لم يعد هناك أي رهينة فرنسية في الجزائر. فابيوس يدعو القوات الإفريقية إلى الانتشار في أسرع وقت في مالي. وواشنطن تؤكد اتخاذ التدابير الضرورية لحماية رعاياها من القاعدة. في الخاص، ما جدوى استمرار الصرف على رادارات السرعة في ظل ارتفاع عدد قتلى حوادث السير. هذه الأخبار وسواها نفصلها في نشرة الثامنة. ابقوا معنا.